بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. موضوع حلقتنا النهاردة نتناول الحديث فيه عن ما يعرف بالخسوف. خسوف القمر هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس على القمر في الأوضاع العادية، وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل، فيكون خسوفا كليا أو تقريبي فيكون خسوفا جزئيا. تناولنا الحديث في حلقتنا النهاردة عن ما يعرف بالخسوف، خسوف القمر. في نهاية حلقتنا ما تنسوش تدوسوا لايك عشان يصل الفيديو لعدد كبير من المشاهدين، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.